مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة تتبعوا الموضوع ديال تامي بناني. مشاهدينا الكرام، أستاذة زين خيار ملاحظة في الموضوع، كتشارك معنا النقاش بالصمت احترام القرار ديال النقابة، وفي نفس الوقت رسالة منها للرأي العام أن على تتبع الملف وعلى جد مقربة من الرأي العام بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، اليوم معايا عبد الصمد والسيح ورئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني. عبد الصمد متتبع الملف ديال تهامي بناني بدقة، وفي نفس الوقت من المناصرين والمتعاطفين مع الأم حياة. مشاهدينا الكرام، لتنوي الرأي العام أكثر، غادي نشوفوا الموضوع والحيتيات ديالو من الأول مع عبد الصمد. عبد الصمد، شكرا لك اللي قبلتي الدعوة ديالنا في الموضوع. عدد كبير من المغاربة كيطرحوا أسئلة في الموضوع، لتنوي الرأي العام أكثر، إذا كان ممكن تساعدني على هذه القصة ديال تهامي بناني، لتنوي الرأي العام بشكل كبير، وفي نفس الوقت بعض الحيتيات كيفاش كتشوفها انت كحقوقي. موضوع تهامي بناني انطلق من 2007، اشكاليات اللي فيه الان هو بيد القضاء، جلسات كتستمر الان في اطار الدفعات التشكيليه، وكاينه مراحل اخرى في التقاضي بطبيعه الحال. عبد الصمد، كيفاش كيشوف هذا الملف من الاول؟ شكرا الاخ يوسف على تتبعك اولا هذه القضيه اللي هي اصبحت قضيه راي عام، والجميع كيقلب على الجديد فيها والخبر اليقين، وانت من الناس اللي يعني كيساهموا في هذه المساله هذه ونشر الخبر اليقين. كنحيي كذلك الاستاذه زينب، كنتمنى انها تكون تحضر معنا في هذا النقاش وتكلم معنا، لان هي كذلك ملمه بهذا الموضوع، ولكن لظروف خاصه بالمهنه راه تلتزم الصمت، ولكن تتبع في داخل الجلسات وداخل المرافعات في قاعه المحكمه. هذا الملف هذا منذ 2007 ل 2022، رانا نتكلم عن 15 سنة ديال التقاضي، وهذا زمن تاع التقاضي. راه كون عندك شي وليد غيكون خدا البكالوريا في 15 سنة وغيدوز للجامعة، فشوف زمن تاع 15 سنة، والأم حياة مسكينة مازال ما عرفاتش الحقيقة ديال من قتل يعني الابن ديالها، وكذلك مصير القتلة وكل من ساهم في هذه الجريمة الشنعاء اللي مازال رأي عمي تتبعوها، ولا يعرف مجموعة من الخبايا اللي مازال ما عرفت حتى واحد، مجموعة من الخبايا المخفية والغير معروفة، وما عرفت ما هو السبب وراء إخفاء مجموعة من الحقائق المتعلقة بهذا الملف. إذا هذا الملف هذا هو ملف كبير جدا، ليس كما يراه البعض. نعرف جيدا أنه اليوم أمام هيئة الحكم، وهي التي ستقوم بالبحث والتحري في مجموعة من الأمور، لكن كاين مجموعة من الأمور ما زالت مخفية على الملف، أمور كثيرة جدا. حيت ملي كنقراو التقارير ديال الطب الشرعي كنلقاو أمور اللي ما تخدش بعين الاعتبار، مثلا ملي كنتكلموا على جثة بدون أعضاء، يعني أين ذهبت تلك الأعضاء؟ ملي كنتكلموا على ديك الأعضاء المبتورة اللي ممكن نعرفوا بها الحقيقة ديال الوفاة، يعني هذه جريمة متكاملة الأركان، فيها ناس خبراء ماشي فقط مراهقين أو شباب، هما اللي ربما قاموا بهذه الأفعال من أجل إخفاء الحقيقة حتى لا تعرفها، لا يعرفها الرأي العام ولا تعرفها الأم المكلومة أم حياة. نعم، هنا أستاذي الفاضل، ملي قلتي لي هذه الخبرة ديال الطب الشرعي، شنو كان في هذه الخبرة؟ واش فيها بأنه هذا الجسم ما عندوش أعضاء، ولا شنو العلامة استفهام اللي كتشوفها أنت؟ الخبرة تتكلم على أن مجموعة من الأعضاء غير متواجدة في الجسد، تتكلم على الجانب ديال الحنجرة أو لابارتي ديال الرأس، أو الرأس كذلك يتواجد بعيد عن الجثة تقريبا متر. يتكلم عن غياب المعدة، يعني المعدة ما كايناش. الخبرة لا تتكلم عن تم تحليل أو تحلل ديال هاد الأعضاء، لا، تتكلم عن غياب هاد الأعضاء، تتكلم عن غياب مثلا الكلوة، تتكلم عن غياب المعدة، عن إصابة واحد الكلوة بواحد الكدمات، تتكلم عن ضربة في الرأس في الجانب الخلفي أو الجانب اليمين من الرأس. هذه كلها أمور تؤدي إلى أن نكون واحد القناعة نحن كمتشبعين وكرأي عام بأن هذه الجثة تعرضت للعنف، وتعرضت ربما للتشريح القبلي،
قبل، لان ملي كنتكلم على غياب المعده راه تشريح قبلي، هذا راه ديال جريمه ديال ربما تخطر في التجاره في الاعضاء، ماشي فقط غياب الاعضاء، ماشي غير جريمه قتل. فهاد الامور كلها ما تاخذش بعين الاعتبار، وكان من الضروري انها تاخذ بالاعتبار في التكييف ديال الجريمه. ربما قضيه التحقيق دار لها التكييف ديال القتل العمد في مرحله معينه، ولكن حقائق كثيره جدا خاص الراي العام يعرفها، وهي موثقه بتقرير تاع الطبيب الشرعي، وكذلك بصور التي تثبت كل هذه الامور. صور تمت معاينتها من طرف الدرك الملكي، وتمت معاينتها كذلك من الطب الشرعي. هنا استاذي الفاضل غادي نشوف معك، بحكم انك متتبع بدقه الملف والحيثيات ديالو، شنو هما الادله القاطعه اللي كتشوفهم انت يقدروا يحلوا هذا الملف؟ انا غنعطيك بعض النقاط اللي كتكلم عليها انت بزاف، مثل الخبره، الهواتف، امور اخرى. هاد النقط اللي قويه اللي سهل انه توصل لحيثيات القضيه. اذا كانت شي خطوات دار، فينا هي اللي مازال ما دارتش؟ تفضل. الخطوات اللي ضروري خصها الدار، لان احنا اليوم نتكلم عن العداله، ولا يمكن ان نحقق العداله بدون ان نقوم بتحقيق معمق في هذا الملف. راه جثه هذه، راه روح. ملي كنتكلم عن الروح راه يجب ان القيام بكل ما يجب القيام به، باننا نعرفوا الحقيقه. الحقيقه تكمن خلف الخبره حول الهواتف المحموله. الهواتف المحموله ماشي فقط ديال الابناء، حتى الاباء ديال الابناء اللي كانوا حاضرين في مسرح الجريمه او مسرح تواجد هذا الشاب تامي ابناني. هذه الخبره على الهواتف كن على يقين، خاصه الخبره على الهواتف ما بعد 11 ليلا، ما كنتكلموش على 11 الليل، كنتكلموا وراء 11 الليل. هذه الخبره على الهواتف ضروريه، لان غنلقاو غادي نتصدموا، وغادي نعرفوا مجموعه من الشخصيات، مجموعه من المكالمات مع شخصيات معينه في تلك المرحله تم اتصال بها. ما هو سبب التواصل معها؟ لان ملي كنشوفوا اللائحه ديال المكالمات اللي تتوفر لكينا في الملف، راه كاينين بعض الارقام اللي كتدخل الشك، وربما اليوم راه تحطت شكايه ضد هاد الاشخاص او هاد المسؤولين هادو اللي اليوم كيتواجدوا في مناصب المسؤوليه. فضروري اننا اليوم ندوزوا المرحله ديال اننا نديروا خبره على المكالمات الهاتفيه التي تمت انذاك، وهاد الشخصيات هادو يتم التحقيق معاهم وتستدعاهم للمحكمه من اجل الايداع بالشهاده ديالهم والتصريحات ديالهم ومتابعتهم عند الاقتضاء اذا كانوا متورطين في اخفاء معالم الجثه او المساهمه في هاد الجريمه. لان لا يمكن اليوم نتهموا غير جوج الاطراف ونخليو مجموعه من الامور التي ومجموعه من الغموض الذي يحيط بهذه الجريمه، اللي حان الوقت اننا نعرفوا جميع الحقائق الدليل ان مجموعه من الوثائق لم تكن هيئه الدفاع تاع الطرف المدني مطلعه عليها. حتى الاخر المحطه الاخيره من الملف عاد انهم خذوا الوثائق، خذوا الصور، خذوا التقارير، خذوا. فاليوم ضروري اننا نعاودوا نعمقوا البحث في هذا الملف هذا، نعمقوا اكثر ونركزوا على الخبرات ديال الهواتف المحموله ديال الاباء في التوقيت ما وراء 11 تاع الليل ديال اليوم ارتكاب الجريمه. عطيتيني مجموعه من النقاط قويه في الموضوع وبطريقه مبسطه باش الرائع مستوعب. انا كنتمنى لك التوفيق كحقوقي وك طبيعة الحال ممثل ديال المجتمع المدني. أستاذ الزين بخيار، الشكر جزيل لك كذلك. مشاهدينا الكرام، لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، اليوم الجلسة تأجلت بطبيعة الحال بسبب الوقفة اللي دايرين السادة المحامون في موضوع اللي هو مسودة قانون المالية 2022، التي هذه المسودة موضوع النقاش بين الحكومة والسادة المحامون. في خضم الموضوع كان درجنا الحوار مع الأم اللي قالت لي ان الاستاذ زين خيار على اتم الاستعداد للمرافعه ديالها بطبيعه الحال في اطار الدفعات الشكليه وبادله قاطعه في الملف. وهذا تشويق صراحه تنتمناه. استاذ زين خيار خدمات اشتغلات على الملف بدقه، وسوف تترافع امام الساده القضاه لتبيان الحقيقه ولنصره العداله اكثر في الملف. مشاهدينا الكرام، موضوع التهامي بناني موضوع شائك، عدد كبير من المغاربة تبعوه، ضحت فيه الأم حياة سنين طوال من 2007 حتى 2022، والآن خدا الطريق الصحيح ديالو بين يدي المحكمة والهيئة اللي عندها الملف كما قلت في إحدى الفيديوهات
لها من تجربة ما يكفي للبحث بدقة. نعلم جيدا أنه مرحلة الدفعات الشكلية الأولية كانت عند السادة المحامون ديال المعتقلين، الآن أو الجلسة المقبلة جوج 12 غتكون ديال زين بخيار، ثم بطبيعة الحال في إطار المنهجية اللي غيشتغل عليها السيد الرئيس اللي هي الأبحاث والاستنطاق والنقاش بطريقة معمقة، وممكن أن يستدعي أي طرف تذكر الاسم ديالو في الملف. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوفيكم دائما بالجديد في الموضوع. نهار جوج في شهر 12 الجلسة اللي غتكون ديال أستاذ زين مخيار اللي هي على أتم الاستعداد للمواجهة في الموضوع أمام القضاء لتبيان الحقيقة أكثر. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.